le Gabon. نزل خبر عدم احتضان الجزائر لكان 2017 كالصاعقة على مسؤولي كرة القدم الجزائرية الذين كانوا يمنون النفس باحتضان كان القارة السمراء، خصوصا بعد الملف الذي جهز والضمانات التي تلقاها رئيس الفاف من طرف هيئة عيسى حياته الذي استقبل من أعلى السلطات وعلى رأسهم الوزير الأول عبد الملك سلال. لكن الرجل القوي في الكاف أدار ظهره وأثبت مكره بعد إعطاء شرف تنظيم الكان للجابون مفضلا الريع المالي الذي يجنيه من طرف مؤسسات فرنسية تتحكم هي اليوم في دوري بالإشهار والبث التلفزيوني وتنظيم المباريات طيلة المنافسة. فعن أي مصداقية وعن أي احترافية نتحدث، وإلى متى يبقى حياته يهيمن على كل صغيرة وكبيرة في كرة القدم الإفريقية، وهو الذي ألغى السن القانوني للترشح حتى يعمر طويلا في الهيئة الإفريقية في ظل رضوخ رؤساء الاتحاديات المغاربية لكل ما يملي عليهم عيسى حياته.